شركه الاطراف المتداخله. موجود معنا رئيس اللجنه السيد ويلي بيجاسي، محسن معز الاميري. سيد ويلي، شنو خدمه اليوم اللجنه هذه؟ شنو المعطيات اللي تم تدارسها حول واقع الاستثمار في الجهه بطبيعه الحال؟ هو بالنسبة للجنة الجهوية للاستثمار انطلقت من ندوة صحفية اللي كان قدمها السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، وأعلن معناها الإجراءات اللي باش تعتمدها الدولة للخروج من الوضعية الحالية بناء على توازنات دولية وتوازنات بطبيعة الحال وطنية. دونك اللجنة الجهوية معناها انطلقت من ورقة العمل، هذه النقاط اللي جات في الندوة الصحفية، ودارسنا واقع الاستثمار في ولاية باجة وشنو معناها الوجهة المستقبلية اللي قاعدين معناها نخدموا عليها. دونك حضور كان الحقيقة كافة الإدارات المعنية والمنظمات الوطنية، سواء اتحاد الفلاحين أو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وكانت مثمرة في قراءة لواقع الاستثمار في ولاية باجة اللي يعرف بعض الصعوبات سواء في مدينة باجة أو في مدن أخرى معنية بالمناطق الصناعية. وحاولنا باش نطلبوا من الإدارات المداخلة، خاصة معناها الوكالة الصناعية، باش تعجل في الإجراءات المتعلقة ب معناها توفير المقاسم الصناعية، باش نكونوا على الأقل احنا معناها في مستوى انتظارات المستثمرين اللي يجيوا الباجة واللي قاعدين يلوجوا معناها على الاستثمار في ولاية باجة. عندنا معلومة أنه طلبات الاستثمار على ولاية باجة موجودة وبإعداد هامة. كما كنت تحكي سيادتك، العائق الأساسي هو غياب رصيد عقاري صناعي. يظهر لي لازم تدخل نجم نقولوا استثنائي في الاتجاه هذا. الناس كل تبكي على الاستثمار، لكن عمليا ما فماش حلول. الحل موجود. شنو الحل؟ الحل احنا تو بالنسبه معناها الباجة عندنا تقريبا حكايه 24 هكتار اللي قاعدين معناها في طور التهيئه، مازلنا ما دخلناش التهيئه، ديجا تبدلت معناها، خرج قانون معناها امر في تبديل السبقه، والوكاله معناها قاعده تقوم بقيه الاجراءات ديجا على مستوى اللجنه الجهويه، وقع حتى اسناد معناها زوز مقاسم اقتراح، معناها في اسناد زوز مقاسم، تعرف الاسناد هذا يقع معناها على المستوى الجهوي ثم يقع احالته للمستوى المركزي. معناها ديجا بدينا، سامحني في الكلمه، بدينا ان نوفروا في المقاسم هذه اللي هي من جمله 24 هكتار، وان شاء الله ديجا كان معناها من التوصيات نتاع اللجنه الجهويه باش نطلبوا منها باش تسرع في الاجراءات هذه، واللي ان شاء الله يكونوا معناها على ذمه المستثمرين من هنا في نهايه سنه 2023.